وللحديث أكثر حول هذا الموضوع انضم معنا محلل الأسواق المالية علي الجعفري. حياك الله معنا سيد علي، صباح الخير. يعني 25% من الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي لديها خسائر متراكمة، بالتالي بدأت أن الشركات يعني تعالج الخسائر المتراكمة إما عن طريق زيادة رأس المال أو تخفيض رأس المال وأيضا تحقق خسائر. اقرأ عن المشهد اليوم، الصورة بالنسبة مع الشركات اللي تحقق خسائر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عملية تخفيض رأس المال لها عدة مسببات أو عدة نتائج بتكون، يا أما أن الشركة عندها فوائض مالية وبالتالي تحاول قدر الإمكان أن تشتري جزء من الأسهم وتأخذها كأسهم خزينة وبعدين تشطبها، وهذا يؤدي إلى هيكلة رأس المال وبالتالي زيادة الكفاءة والعائد على المستثمرين. من ناحية أخرى في شركات حققت خسائر وبالتالي حتى تستطيع أنه قوائمها المالية تكون جيدة تضطر إلى تخفيض رأس المال، لأنه حتى المقرضين لو أنه مثلا مجلس إدارة أو شركة مجلس إدارة جديد يحاول قدر الإمكان أنه يعدل من مسار الشركة، فبالتالي يحتاج أنه يعني يعمل كفاءة للشركة ولقوائم مالية حتى يستطيع الافتراض، يستطيع أنه ممكن يلجأ مرة أخرى إلى إعادة رفع رأس المال مرة أخرى بناء على خطط موجودة. وبالتالي عملية التخفيض يعني أحيانا هي ثلاث حالات، يعني أما أنه شطب خسائر وبالتالي حقوق المساهمين ما راح تتغير لأنه راح يكون من حقوق الملكية إلى الخسائر المرحلة نفسها يعني حتنقلب، لكن حقوق المساهمين راح تطل بنفس القيمة. من ناحية أخرى في بعض الشركات ترغب في تحسين الكفاءة وزيادة العائد على حقوق المساهمين لأنه ما عندها مشاريع استثمارية ممكن تقول أن تراها مجلس الإدارة في عملية عن الشركات. نعم إذا سمحت لي سيد علي، عن الشركات الآن اللي في السوق السعودي، يمكن لدينا 31 شركة أعلنت عن تجاوز خسائرها المتراكمة من رأس المال أكثر من 20% وفي بعض الشركات 30%. صحيح، وبالتالي هذه الشركات طبعا في الآن إلى مدى 50% تضطر الشركة أنه لابد أنه تعمل عملية تخفيض رأس المال إذا ما كان عندها مشاريع يعني جاهزة للاستثمار ولإعادة الشركة إلى مسارها، لأنه إذا الشركة ما عندها مشاريع قائمة الآن أو عندها خطة استثمارية واضحة المعالم لن تستطيع زيادة رأس مال الشركة، وبالتالي لابد تلجأ في البداية إلى عملية تخفيض رأس المال ومن ثم عمل الدراسات المتكاملة خلال الفترة القادمة بحيث أنه ممكن تزيل عثرة الشركة. نعم، البعض يقرأ أنه هذا لربما مؤشر سلبي قد يساهم في هروب يعني رؤوس الأموال الاستثمار الأجنبي، ناهيك ربما على الاستثمار الأجنبي اللي يمكن أكثر احترافية ولديه دراسات يعني أكثر تفصيلية وعمق بالنسبة للسوق، وبالتالي مثل هذه الشركات تمثل لو هاجس وجودها في السوق. لا أعتقد، مثل هذه الشركات موجودة بجميع الأسواق، فبالتالي المستثمر الأجنبي لن ينظر لهذا الموضوع. المستثمر الأجنبي عندما ينظر إلى السوق ينظر إلى مكونات بعض الشركات الموجودة ضمن المؤشرات، وهذه ما موجودة ضمن المؤشرات بناء على وضعها المالي على بناء على معايير معينة، وبالتالي نادرا أو قليل جدا أنه يكون المستثمر الأجنبي يتوجه لمثل هذه الشركات، وغالبا هذه الشركات تكون شركات صغيرة. جميل. اليوم الإسراف في بنود الإنفاق في ظل يعني أحيانا يقرأ البعض أن الشركات تتوسع في الإنفاق، عدم وجود خطة واضحة بالنسبة للشركات التوسع الفترة القادمة في السوق، بالتالي يعني تستنزف ميزانيتها بطريقة أخرى وتصل بالنسبة إلى يعني خسائر كبيرة. اليوم نقرأ الجانب الأهم اللي هو ضعف أحيانا أعضاء مجالس الإدارة في أنه يعني يصل بالشركة لبر الأمان وتحقق نمو إيجابي. طبعا الآن مجالس الإدارة أصبحت تكليف وليس التشريف، يعني يجب على مجلس الإدارة أنه يرى يعلم تماما أنه أمام تحديات، وتحديات أمام أسواق لابد تكون أنه حسب نشاط الشركة أو تنويع نشاط الشركة لابد أنه يكون في متابعة باستمرار، أنه مجالس الإدارة تعي تماما أنه في خطط استثمارية بناء على نشاطات الشركة والموقف المالي للشركة، وبالتالي أي مجلس إدارة يحاول قدر الإمكان أنه يستفيد قدر الإمكان من الإمكانيات الموجودة عند الشركة أو بأي طريقة أخرى لتعديل مسار الشركات. وإحنا شفنا كذا شركة ممكن في يعني بناء على ظروف سوق معينة في فترة معينة تأثرت وبعد كذا تعدلت الظروف وبدأت الشركة تحقق يعني أرباح، فبالتالي وجود مثل هذه الشركات موجودة بجميع الأسواق، وعملية مجالس الإدارة الآن عليهم مسؤولية أكبر تجاه المساهمين. جميل. علي الجعفري محلل الأسواق المالية، كنت معي من الرياض، شكرا جزيلا.